يسعد اوقاتكم، تحيات لإلكو. حابب تعمل من صورك فيديو؟ اسهل برنامج موجود لصنع فيديو من صورك وبشكل جدا حلو، اللي هو برنامج صانع صور فيديو. اكتب على متجر بلاي صانع صور فيديو، خلينا نورجيكم برضو كيف صانع صور فيديو. اوكي، هو اول برنامج هذا صانع صور فيديو. في عدة برامج له قريبة منه، بس أنا اخترت البرنامج هذا، عليه أشياء كتير، فخلينا نفتحه ونستعرض لكم إياه. أوكي، بنفتح على إنشاء فيديو. كبداية بنختار اللي هو مثلا عندي هدول الصور، نضغط عليهم كلهم، نضيفهم كلهم. أوكي، بنضغط التالي. وبنضغط اذا بدنا نعدل على الصور. طبعا بنعدل، انا ما بدي اعدل على الصور، بدك تضيف شيء اشياء على الصور زي اضاءة، بدك تضيف مثلا اللي هو تكست، نص، زي تمويه هيك. تقدر تضيف اللي بدك اياه على الصور اللي بدك اياها، مثلا تباين اللون كيف بدك اياه، فبتضيف اللي بدك اياه. مثلا في اشكال هون زي كمان زي نظارات كذا، اشياء كتير تقدر تعملها انت زي هيك. مثلا نصغرها شوية صغيرة هون، تمام. اوكي صح، هيدي عدلناها. تقدر تعدل على الصورة اللي بدك اياها، طبعا بعد ما تعدل وتخلص نضغط صح. اوكي، هذا هو الفيديو. في عندك خيارات كتير كتير للفيديو، كيف بدك يكون الانتقالات بين الصورة والصورة، فبتختار الانتقال اللي بدك اياه انت زي هيك. طبعا هو بحط موسيقى لحاله، بتختار موسيقى بدك اياها برضو، تختار اطارات، في زي هيك اطارات كتير، اطارات هون، تختار الاطار اللي بدك اياه زي هيك. حلو، بتختار قديش بدك الوقت الصورة تكون، بتقدر تحط الموسيقى، تحليل الموسيقى، بتقدر تحط الموسيقى اللي بدك اياها، الموسيقى اللي بدك اياها. طبعا انا مش منزل موسيقى، ما في عندي موسيقى لهيك. انا هاي الموسيقى اللي سويتها، هاي الموسيقى على الفيديو، بس لكن ما بدي اضيفها حاليا. ومجرد ما اعدل واسوي كل شيء بدي اياه، بضغط حفظ، بحفظ الفيديو بالدقة اللي بدي اياها. طبعا الدقة ل 720 HD جيدة، مش انها مش منيحة. 720 HD كويس بالنسبة للصور، فمش راح تحتاجي اكثر من 720 HD. ولهون بنكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم، بتمنى يكون بكون نفدتكم. وما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك ليصلك كل جديد. تحياتي، سلامات.